السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من كلية الطب قسم الفسيولوجي. هنتكلم النهاردة عن جزء في الاندوكراين سيستم اسمه كالسيوم هوميوستاسيس. معاكم دكتورة إيمان باشا. الأوبجيكتيفز أو الأهداف اللي عايزين نعرفها في محاضرة النهاردة يعني إيه أيدنتيفاي كالسيوم هوميوستاسيس يعني إيه، وإكسبلين هرمون مهم جدا اسمه الكالسيتونين هرمون، وهنبدأ مع هرمون تاني هنعرف عنه النهاردة الفانكشنز والسايت اوف اكشن بتاعت الباراس هرمون هرمون. يبقى هنتكلم عن الكالسيتونين هرمون وجزء من الباراس هرمون هرمون. كالسيوم هوميوستاسيس يعني ايه؟ كلمة كالسيوم هوميوستاسيس، اولا كالسيوم هوميوستاسيس اللي هو بالعربي كده الحفاظ على نسبة الكالسيوم ثابتة او الليفل بتاع الكالسيوم ثابتة. طيب انا عايزه اعمل كالسيوم هوميوستاسيس، عايزه اعمل ثبات لنسبه الكالسيوم في الجسم، لان الكالسيوم ليه وظائف مهمه جدا، فلازم احافظ على الليفل بتاعه ثابت، او مش حته ثابت يعني متوازن في النسبه الطبيعيه بتاعته. بحتاج مجموعه من الهرمونز بتظبط الهوميوستاسيس ده. اول حاجه هتكلم عنها الكالسيتونين هرمون، الباراس هرمون هرمون اللي هو او الباراثايرويد هرمون، الفيتامين دي. طب النورمال سيرم كالسيوم ليفل اللي انا عايزه احافظ عليه النسبه دي بيبقى من 9 ل 11 مللي جرام في الميه. يبقى انا عايز اعمل كالسيوم هوميوستاسيس يكون في الرينج ده، تمام، عشان يقدر يقوم بالوظائف الطبيعيه المطلوبه من الكالسيوم. اول حاجه هبدا اتكلم عنها هرمون الكالسيتونين. الكالسيتونين هرمون ده عباره عن ايه؟ عباره عن بولي بيبتايد هرمون بيبقى جاي منين؟ من البارا فوليكولار سيلز او الكلير سيلز. فاكرين البارا فوليكولار سيلز الرسمه اللي قدامكم دي، كل الحاجات اللي هي الفايت او بنفسجي دي هي الفوليكولار سيلز بتاعت مين؟ بتاعت الثايرويد. جنبها بقى المكان ده اللي هو البارا فوليكولار سيلز. البارا فوليكولار سيلز ده بتديني هرمون اسمه الكالسيتونين. واهم حاجه من كلمه كالسيتونين هو كالسيوم لورنج هرمون، هو عباره عن كالسيوم لورنج هرمون، يعني هو بيقلل نسبه الكالسيوم. يا جماعه هو بيقلل نسبه الكالسيوم للصوره الطبيعيه، كالسيوم لورنج هرمون يعني لو عالي بيخليه موجود بس بيقلله للصوره الطبيعيه. اتفقنا مع بعض من محاضرات جزء الثايرويد ان احنا لازم اعرف السيلولار ميكانيزم اوف اكشن، يعني الهرمون ده بيشتغل ازاي. الكالسيتونين بقى نظامه ايه؟ مختلف شويه، بيشتغل مع سيرفيس ممبرين ريسبتور، مش زي الثايرويد كان بيشتغل مع النيوكليار ريسبتور، لا ده بيبقى بايند مع سيرفيس ممبرين ريسبتور. الريسبتور موجود من بره، بيعمل لي طبعا هرمون ريسبتور كومبلكس، يعني الهرمون بيمسك مع الريسبتور بيعمله كومبلكس. اكتيفيت ادينايل سايكليز انزيم تاني اسمه ادينايل سايكليز. الادينايل سايكليز ده بيزود تكوين حاجه اسمها السايكليك اي ام بي من الاي تي بي، بيكون السايكليك اي ام بي من الاي تي بي، تمام، اللي هو ادينوسين تراي فوسفيت بيحوله لادينوسين مونوفوسفيت عن طريق الادينايل سايكليز، بيحول الاي تي بي اللي هو الادينوسين تراي فوسفيت لادينوسين مونوفوسفيت. طيب انا اتكون عندي سايكليك اي ام بي، السايكليك اي ام بي ده بقى اكتيفيت كاسكيد اوف انزيمز، يعني بيشغل انزيمز ثانيه عشان تعمل ميديت الايه الاكشنز او التشينجز بتاعه الهرمون بقى. يبقى اهم جمله هنا السيلو ميكانيزم ان هو بيمسك مع سيرفيس ممبرين ريسبتور وبياكتيفلي او ينشط لي حاجه اسمها الادينايل سايكليز. الادينايل سايكليز يبدا يكون لي سايكل اي ام بي من الاي تي بي، وده ياكتيفيت اذر انزيمز عشان ميديت الاكشنز او الفانكشنز بتاعت الكاسيتونين هرمونز اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. الفانكشنز بقى ايه هي وظائف الكالسيتونين؟ احنا قلنا كالسيوم لورنج هرمون، يعني ايه المين اكشن؟ ديكريز الكالسيوم ليفل. طبعا لما يبقى انكريز، وين اتس انكريز، لما يزيد عن النورمال ليفل يبدا هو يقلله تاني المعدل الطبيعي بتاعه. طب الكالسيتونين بقى بيشتغل ازاي؟ ايه الميكانيزم اوف اكشنز بتاعته؟ احنا خدنا السيرم ميكانيزم انه مسك مع ريسبتور معين، طب هو بيقلله ازاي؟ بيشتغل على اماكن معينه عشان يقلل الكالسيوم. اول حاجه اهم حاجه على العظم اللي هو البون، بيجي على البون وده المين سايت اوف اكشن بتاعه، ده المكان الرئيسي بتاع الكالسيتونين، يروح على العظام كده ويعمل افكتس ايميديت افكتس يعني اثار فوريه حالا. يعمل ايه بقى؟ يبدا يقلل الكالسيوم ازاي؟ يعمل انهبيشن للبون ريزوربشن باي اوستيوكلاست. بيقلل، بصوا يا جماعه الاوستيوكلاست دي عباره عن سيلز بتشتغل على العظام بتعمل تاكل للبون كده بالعربي. لما بتعمل تاكل في البون او امتصاص للبون ده او تقعد تاكل في البون كده فبتطلع لي الكالسيوم، فده بيزود ايه؟ بيزود الكالسيوم ليفل. لا هو بيعمل ايه بقى؟ انهبيشن
للبون ريزوربشن الاستوكلاست، بيوقف عمل الاستوكلاست ما يخليهاش تاكل البون ولا تطلع لي كالسيوم. يبقى اول حاجه عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن الاستوكلاست اللي هي خليه الهدم للبون او خليه اللي بتكسر او بتاكل البون دي. في نفس الوقت يعمل استيميشن الاستوبلاست، دي خليه الاستوبلاست دي خليه بتشتغل على العظام برضو على البون بس بتكون بون، يعني بتساعد على تكوين البون والحفاظ على تكوين البون اللي هو العظم فما يطلعش منه كالسيوم، بتعمل ديبوزيشن اوف كالسيوم اند فوسفيت اوف بون. يبقى دي بتكون البون وتخلي، طبعا البون ما عباره عن ايه، كالسيوم وفوسفيت وشويه فايبرز كده، او بتعمل ديبوزيشن للكالسيوم والفوسفيت والبون، يعني تحافظ على كيان او تكوين البون وما يحصلوش ريزوربشن ولا تاكل. يبقى خلاصه الكلام هو بيعمل ايه، بيقلل الكالسيوم. طب بيقلل الكالسيوم ازاي؟ عن طريق حاجتين اتنين. اول حاجه الاميديت، حاجتين اتنين، اول حاجه يعمل انهيبيشن للاستوكلاست اللي بتاكل البون وستيميليشن للاستوبلاست اللي بتكون البون. دي الخلاصه. طب في كرونيك افكت، او في تاثيرات بقى بس يعني ايه بتشتغل ببطء شويه، ان هو بيقلل الفورميشن اوف نيو استوكلاست، يعني ما يخليش استوكلاست جديده تتكون فما تروحش برده تعمل ريزوربشن للبون. يبقى على البون في اميديت وكرونيك. في كمان ميكانيزم برضو بيقلل بيها الكالسيوم، بيشتغل على الكدني على الكليه، بس دي ويك ميكانيزم، يعني تاثير ضعيف. بيعمل ايه، ان هو بيزود الاكسكريشن، يطرد بره الاكسكريشن اللي هو خروج بره الكالسيوم والفوسفيت، يقول لهم اطلعوا بره. فطبعا لما يزود الكالسيوم والفوسفيت يطردهم بره من الجسم، يعمل لهم اكسكريشن او طرد بره للخارج، ده برضو بيقلل نسبه الكالسيوم ليفل. يبقى هو بيقلل الكالسيوم ليفل، بيشتغل على العظام وده المين سايت المكان الرئيسي، وبرضو بيشتغل على الكليه، بس ده بيبقى ايه بطريقه اضعف شويه. طيب الكالسيتونين هرمون ده بيشتغل كده، في حاجه بتحكم شغل بتاعه؟ تمام. اول حاجه، اهم حاجه في الكنترول بتاع الكالسيتونين سيكريشن هو البلازما كالسيوم ليفل. لسه بقول، مش احنا دي احنا حتى شرحنا المره اللي فاتت دايما نيجاتيف فيدباك دي يعني مين كنترول لحاجات كتير، ان الحاجه لما تزيد عن حدها تبعت للمصدر تقول له ما تجيبليش تاني. بمعنى انا لما زاد الكالسيوم ليفل بيزيد السيكريشن بتاع الكالسيتونين، عشان هو بيقلل الكالسيوم يقل الكالسيوم ليفل. يبقى طبعا يبقى البلازما كالسيوم ليفل بالنيجاتيف فيدباك بالطريقه العكسيه. بوست برانديال كالسيوم هوميوستاسيس، يعني ايه البوست برانديال كالسيوم هوميوستاسيس؟ او ايه الفكره، ان انا لما باكل انجكشن اوف فود، لما ببدا اتناول الطعام، ده بيعمل ستيميليشن، ستيميت سيكريشن لمين؟ للجاسترو انتستينال هرمونز، هرمونات الجهاز الهضمي زي هرمون اسمه جاسترين وبنكريوزايمين. طب الهرمونات دي بتعمل ايه؟ الهرمونات دي بتزود الريليس بتاع الكالسيتونين، فده بيقلل الكالسيوم ليفل. يعني عايز تقول لي ان دايما الاقي الكالسيوم بعد بوست برانديال كالسيوم، يعني ان بعد تناول الطعام بيبقى قليل. الفكره كلها ان بعد تناول الاكل في هرمونات بتطلع اللي هي الجاستو انتستينال هرمونز، والجاستو انتستينال هرمونز دي بتطلع لي الكالسيتونين. فطالما الكالسيتونين طلع، الكالسيتونين هو بقى يروح يقلل مين؟ الكالسيوم. عشان كده الكالسيوم بيقل بعد الاكل. طب ايه اللي بيطلع الكالسيتونين بعد الاكل؟ الهرمونز اللي ايه بتاعه الجهاز الهضمي. يبقى كنترول اوف كالسيتونين سيكريشن، بلازما كالسيوم ليفل، والبوست برانديال اللي هو بعد تناول الطعام عشان في هرمونات بتطلع لي الكالسيتونين فبيروح يقلل الكالسيوم. تاني هرمون هبدا اتكلم عنه الباراس هرمون او الباراثايرويد هرمون، هو البي تي اتش. ده الهرمون ده سيكريتد من الشيف سيلز بتاعت ايه، الباراثايرويد جلاند، اسمها كروموفوب سيلز، الشيف سيلز بتاع الباراثايرويد جلاند. زي ما انتم شايفين في الرسمه تحت، ده مكان الباراثايرويد جلاند، بيبقوا اربع باراثايرويد جلاند بالمنظر ده، وطبعا هي اللي انتم شايفينها حواليها دي الثايرويد جلاند، اللي وراها دي الثايرويد جلاند، وهنا الباراثايرويد جلاند. الباراثايرويد جلاند بتطلع لي هرمون مهم جدا اسمه الباراثيرمون. الباراثايرويد جلاند دي هم عباره عن سمول فور اندوكراين جلاند امبيدد في البوستير سيرفيس بتاع الثايرويد جلاند، زي ما انتم شايفين في الصوره كده موجودين على الثايرويد جلاند كده. الباراثايرويد جلاند دي اسينشال فور لايف، يعني عشان تعرفوا ان الباراثايرويد هرمون ده مهم جدا للحياه، ولو الباراثايرويد جلاند مش موجوده ما ينفع، خلاص ما ينفعش الحياه تستمر لاهميه الهرمون اللي هو الباراثايرويد هرمون او الباراثيرمون. ونوعه برده بولي بيبتايد هرمون. يبقى احنا دلوقتي عرفنا نتكلم على الباراثيرمون بقى بالتفصيل ان شاء الله، جاي من الباراثايرويد جلاندز وهي اسينشال فور لايف، اسينشال فور لايف. طيب السيلوم ميكانيزم اوف اكشن زي اي هرمون ازاي بيشتغل ده المره دي؟ شبه برضو الكالسيتونين عشان تحفظه بقى بسهوله، برضو سيرفيس ممبرين ريسبتور، بيستقبل بيمسك مع سيرفيس ممبرين ريسبتور، لما بيمسك مع المستقبل بتاعه بيعمل هرمون ريسبتور كومبلكس، وده يعمل اكتيفيت نفس الكلام ادينيل سايكليز. الادينيل سايكليز يحول لي الاي تي بي اللي هو ادينوسين ترايفوسفيت لسايكليك اي ام بي اللي هو ادينوسين مونوفوسفيت،
والسايكليك اي ام بي ده اكتيفيت شويه انزيمز كده، كاسكيد اوف انزيمز، يعني يقعد انزيم ياكتيف انزيم ياكتيف انزيم، في الاخر يعمل ميديت الاكشنز، يعمل وظائف الهرمون، في الاخر يعمل ميديت الاكشنز بتاع الهرمون، يعمل وظائف الهرمون بتاعي. ده السيلولار ميكانيزم اوف اكشن اوف باراثايرويد هرمون. تمام. طيب الفانكشنز بقى بتاع الباراثرمون، ان الباراثرمون ده بيعمل ايه؟ ده بقى بيزود الكالسيوم ليفل لما يقل، وبيقلل الفوسفيت ليفل. يبقى هو بيزود الكالسيوم ليفل وبيقلل الفوسفيت ليفل. الافكت ده بيحصل ان هو بيشتغل ايه برضو على البون، وبرضو على الكدني، وكمان على الايه الجي اي تي اللي هي الجاسترو انتستاينال تراكت. يبقى على البون والكدني والجاسترو انتستاينال تراكت اللي هي الجي اي تي دي. النورمال ليفل ان في الطبيعي ان الفوسفيت ليفل، البلازما فوسفيت ليفل انفيرسلي ريليتد تو الكالسيوم، يعني الكالسيوم يعلى فوسفات يقل، الكالسيوم الفوسفات يقل الكالسيوم يعلى، عشان احافظ على حاجه اسمها برودكت اسمه سولابيليتي برودكت، اللي هو الكالسيوم في الفوسفات كونستانت، وده اسمه سولابيليتي برودكت، وده بيبقى حوالي 40. تاني يبقى انا عندي ان نورمالي كده معروف ان في حاجه اسمها سولوبيليتي برودكت، والبرودكت ده عباره عن كالسيوم في فوسفيت، ومفروض ان الكالسيوم في الفوسفيت يكون كونستانت ويكون ثابت، فده بيخلي عشان يبقوا ثابتين ان لو وقنا او طرف عالي التاني يقل، لو مثلا لو البلازما فوسفيت عليت الكالسيوم يقل، ولو البلازما فوسفيت قل الكالسيوم يعلى، بعيدها تاني. فالعلاقه بينهم انفيرسلي ريليتد، علاقه عكسيه. فانا بقى بالباراثرويد هرمون عايز احافظ على نسبه الكالسيوم، طب هو بزود نسبه الكالسيوم، معنى انه ان انا اقول ان الباراثرويد يزود نسبه الكالسيوم انكريز بلاد كالسيوم ليفل، يبقى اكيد هيقلل الفوسفيت ليفل، عشان العلاقه بينهم عكسيه، عشان احافظ على السولوبيليتي برودكت. يبقى خلاصه الكلام هو بيزود الكالسيوم ويقلل الفوسفيت. السايت اوف اكشنز سايت اوف اكبرس هرمون، احنا قلنا اول حاجه البون. طب بيعمل ايه على البون؟ بيزود الموبيلايزيشن اوف كالسيوم وفوسفيت من البون، بيزود خروج الكالسيوم والفوسفيت من العظام. طب ازاي؟ عن طريق رابيد ميكانيزم بسميه اوستيوليسيس. ايه المقصود بكلمه اوستيوليسيس هنا؟ هو لا، مش بيأثر على البون ماتريكس نفسه، على الماده بتاعه البون نفسها، ويز اوت موبيلايزيشن اوف بون ماتريكس. امال هو بيشتغل على ايه بقى الباراثرويد هرمون؟ بيزود الكالسيوم بامب، مضخه الكالسيوم اللي بتطرد الكالسيوم من البون لبره. يبقى هو بيشتغل على الكالسيوم بام، بيزود يحفز الكالسيوم بام. طب السلو ميكانيزم اكتيفيت السيلز اللي اسمها اوستيوكلاستس. المره دي ده بقى اكتيفيت الاوستيوكلاست، احنا قلنا السيلز دي بتهدم البون، بتكسر البون، بتاكل البون، فبيزود طبعا لما بتقعد تعمل تاكل في البون بيزود الموبيلايزيشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت من البون، ودي طبعا قلنا عليها سلو ميكانيزم، الطريقه البطيئه براحتنا. ايه كمان بيعمله في السلو ميكانيزم في الطرق البطيئه؟ انه بيزود اكتيفيت الاوستيوكلاست على مهله بقى، اكتيفيت كمان نيو اوستيوكلاست، ما هي برضو هتاكل البون وتطلع الكالسيوم بره. انهبيشن بقى للعكسيه اوستيوبلاست، خلي بالكوا اللي انا بشرحهم دول عكس اللي كان بيحصل في الكالسيتونين، المره دي عمل انهبيشن بقى للاوستيوبلاست اللي هي الخليه اللي المفروض بتكون البون وتحافظ على تكوين البون، فانهبت البون فورميشن. يبقى كل ده يخلي يساعد ما يخليش البون يتكون، يبقى كل اللي جوه البون هيطلع بره. ده كلها طرق ان انا ازود الكالسيوم، بس في عندي رابيد ميكانيزم وفي عندي سلو ميكانيزم. طيب بعد كده هنتكلم على الكدني، بيعمل ايه على الكدني على الكليه؟ على الكليه اول حاجه احنا قلنا اصلا في وظيفته ان الباراثايرويد هرمون بيقلل الفوسفات ويزود الكالسيوم. برضو الشغل بقى بتاعه هنا بيبقى واضح جدا على الكدني، ان هو بيقلل الفوسفات ابزوربشن، بيقلل امتصاص او رجوع الفوسفات تاني للجسم، او امتصاص الفوسفات تاني، وده من خلال شغله على الكليه. فين بقى؟ فوسفات بي على حاجه اسمها بي، برضو بي بدايتها بيليا بروكسيمال كونفيليتد تيبيولز، ودي قنوات موجوده في الكدني، بيقلل امتصاص الفوسفات منها، فبيخلي الفوسفات ايه يطلع بره، انكريز اكسكريشن فوسفات، وده يتماشى مع وظيفته ان هو بيقلل فوسفات ليفل، بيبقى دايما وظيفته واضحه قوي مع الكدني. طب على بالنسبه للكالسيوم، بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن، بيزود امتصاص الكالسيوم ورجوع الكالسيوم تاني للجسم من خلال شغله على الديستال كونفيليتد تيبيول، او قنوات موجوده في الكدني بيزود امتصاص الكالسيوم ليها تاني، وده بيزود الكالسيوم ليفل في الدم. تمام. يبقى هو بيقلل الفوسفات وبيزود الكالسيوم من خلال شغله على الكدني، واحده من خلال بيقلل الامتصاص بتاع الفوسفات على البروكسيمال كونفيليتد تيبيول، واحده من خلال بيزود امتصاص الكالسيوم من خلال شغله على الديستال كونفيليتد تيبيول. والنت ريزلت النتيجه النهائيه ان الفوسفات يقل، ان هو طرده بره، وان الكالسيوم يزيد ان هو دخله جوه.
طب بيشتغل كمان على الكدني، ان هو بيعمل حاجه. خلاصه الكلام المكتوب كده ده اكتيفيت فيتامين دي، بينشط حاجه اسمها فيتامين دي، وفيتامين دي ده ليه دور مهم في عمليه الكالسيوم هوموستاسيس. طب بيعمل ايه ان هو بيعمل ايه يعني الخطوه دي نقولها لحد ما نشرح فيتامين دي؟ ان هو بيزود الكونفرجن لحاجه اسمها 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول تو 1 اند 25 فول داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. مين ال 1 اند 25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول ده؟ ده الاكتيف فورم اوف فيتامين دي، ده الاكتيف فورم اوف فيتامين دي. مين ده؟ الاكتيف فورم اوف فيتامين ده الفيتامين دي النشط. طيب على الانتستين بقى، بيشتغل بصوره، اهم كلمه اللي انتم مكتوبه قدامكم دي indirectly، بصوره غير مباشره. بيعمل ايه بصوره غير مباشره؟ انه احنا قلنا بيزود الفورميشن بتاع الاكتيف فورم اوف فيتامين دي، فهو الفيتامين دي بقى هو بقى اللي بيزود الكالسيوم اند فوسفيت ابزوربشن من الانتستين، بيزود الكالسيوم والفوسفيت امتصاصهم من الامعاء عن طريق الفورميشن اوف 1 اند 25 دايهيدروكسي كولي كالسيفيرول اللي هو الاكتيف فورم او النموذج النشط من الفيتامين دي، يقوم هو اللي يزود امتصاصهم من الانتستين. يبقى الانتستين اندايركتلي بيشتغل هو بصوره مباشره على البون والكدني، لكن بصوره غير مباشره على الانتستين. ده يا جماعه بالنسبه لمين؟ للسايتس اوف اكشن اوف باراثايرويد هرمون. ثانك يو، بالتوفيق لكم دايما ان شاء الله.